المسلمين وخاتم النبيين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فلي أحمد الله تبارك وتعالى أولا وأشكر أن المحيين بهذه الفرصة والمانعين بهذه الكرامة التي لا كرامة لخوفها ولا نعمة أكثر منها، هو الاستماع للقرآن الكريم والاجتماع مع حفاظه والمعنيين به والحديثين عليه والمشروفين به. قال أحمد الله تبارك وتعالى أصالة عن نفسي المتواضعة ونيابة عن زملائي ورفاقي أننا قد حظينا قد حسد الله تبارك وتعالى قبل أن نغادر هذه البلاد بعون الله وبسلامة الله. ومع الأسف أكرمنا قبل أن نغادر هذه البلاد بالحضور في هذا المجلس الكريم المؤقت. سألتي وإخواني إن الحديث عن القرآن، القرآن العظيم كرامة وشرف قدم به شرف أكبر منه، ولكنه كذلك مسؤولية كبيرة وفضل كبير وأمر عسير، لأن القرآن هو الكتاب المعجز الذي لا تنقضي عجائبه مما وصل من كلام الأولين السلف الصالحين ومن كبار العلماء ومن كبار النظراء ومن كبار الخادمين الدين، أنه قال أن لا تنقضي عجائبه. وقال تساءل بعض الإخوان بعض الأساتذة والشيوخ الكبار لماذا تقضي ليلتك ساهرا لا تنام ولا يتبع لك جهل ولا يحرمك نوم؟ فقال عجائب القرآن أهم النوم، عجائب القرآن أهم النوم. والعلوم القرآنية وما يتصل بالقرآن من المعجزات البيانية والمعجزات العلمية والمعجزات التاريخية لا تنقضي. فأعبدت إليكم وأذكر النبي لهذا الفقير كتاب واسمه هو المدخل إلى الدراسات القرآنية تبع للقائمة والقائمين، وذكرت في قرن استعنت واستفدت مما تحقق أو ثبت في هذا العصر من العلوم من تحقق نبوات القرآن ومن الدراسة المقارنة بين القرآن العظيم وبين التوراة والإنجيل والصحف السماوية، وظهرت معجزات قرآنية حديثا في ضوء هذه الدراسة المقارنة. مثلا أقول لكم النبوة التي تنبأ بالقرآن سيدعون في بضع سنين لله يوم من قبل من بعد، فألقي الضوء في تحقق هذه النبوة وفي استبعادها أولا. فإن جبن المؤرخ العظيم وصاحب الكتاب لا ينقال بأمم الفارغة يعني زوال روما وسقوطها، قد قال إنه ما كان يمكن أن يقال شيء لا يصدق، ما كان يمكن أن يقال شيء يصدق وما يؤمن به الإنسان أكثر من هذا التنبؤ بأن أرض الرومان سيغلبون على ساسان، سيغلبون الدولة الإيرانية في ليس في بضع سنين فقط بل في حقبة من الزمان، لأنه كان قد أصبح مستحيلا في ضوء ما وصل إليه الإيرانيون الساسانيون من الفتوح والممالك. ولكن القرآن يقول سيغلبون في بضع سنين لله أمر من قبل من بعد. وأثرت البحث في ذلك واستشرت بأقوال المؤرخين الأوروبيين والكتاب غير المسلمين، وكذلك ظهر أخيرا كتاب الإنجليزيين اسمه كتاب Trial of Jesus Christ يعني محاكمة السيد المسيح، أثبت فيه أنه ما صلب وما صلب وما صلب، وصور الجو الذي
قامت فيه ورافع قامت فيه القضية ضد سيد المسيح سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام. قال إذا قرأ الإنسان استبعد كل الاستبعاد وقوة السلب أو قوة القتل، لأنه كان يوم الجمعة وكان النهار ينتهي، وكان اليهود يصفون ويقولون أسرع في حكم، وكان القاضي الروماني ما كانت له رغبة وما كانت له أي سلف بهذه القضية، لأنه روماني وليس له أكثر اليهود ولا المسيحيين. فلما هي صبرهم وهي صبر القاضي فحكم بالصلب، وكان من القوانين من العادات المتبعة من التقاليد المتبعة في الحكم الروماني أن الذي يصلب ويحمل السجين. فحمل سيد المسيح في آخر نهار الجمعة السليم الثقيل، وكان يسقل عليه، وكان معه حشد كبير، تجمع كبير، فيسوقونه سوقا ويقولون هيا هيا أسرع أسرع، لأنهم يخافون أنه إذا بارد الشمس فإن ربما يمكن عندهم أي عمل، حتى أنه إذا لم يقفلوا النور الكهرباء لا يدخلون في السبب. لما رأوا أنه سيد المسيح لا يستطيع أن يمشي سريعا، أخذ راعي اسمه شمعون، أخذ الصليب وظهر به ومرافقه. وكان من عادات المجتمع والتقاليد المستمرة أن الذي يحمل الصليب هو الذي يسلب، يعني علامة من يسلب علامة أنه يحمل الصليب. فأخذ المؤكد بهذا الأمر شعور ورفعه ليهتم، وقال لا أبدا أبدا ما أنا بوجه ما أنا مجاني، هو المسيح عيسى بن مريم، ولكن هما صدقوا وصلوا. فثبت تحقق من هذا أن قوله تعالى وما قتلوه وما صدقوه لكن شبه لهم. وكذلك ظهرت بينات أخرى حتى في ثالث المحارب البريطانية قال أنه ما صلب وما قتل. هذا إلى مجلات أخرى وآيات بائرة، ولكن هي انتهت هذه الفرصة البسيطة ولكن النادرة. أقول لكم يجب علينا أن نقرأ القرآن وأن نطالع القرآن ونبحث فيه عن أنفسنا، عن مصيرنا، عن سيرتنا، عما يتحقق، عما يثبت علينا. لا نعتقد أن هذا الكتاب للعالم جميعا، هو للعالم جميعا، للإنسانية جماعة إلى أن تقوم القيامة. ولكن يجب على كل طالب، ما أقول لكم يا إخواني يا شباب الكريم، أنكم تقرؤون القرآن وتبحثون فيه عما يخص بكم، يعني تبحثون فيه عن سيرتكم وعن عاقبتها والحكم عليها، حتى تستطيعوا أن تصلحوا وأن تتقدموا. وأحكيكم قصة واحدة هي خير دليل لهذا ويلقي الضوء. كان سيدنا جحنف بن قيس من أصحاب سيدنا علي بن أبي طالب الكبار، فيقول العلامة محمد نصر المروزي الذي كان من تلاميذ الإمام أحمد بن حنبل في كتابه أيام الليل، أنه مرة حضر سيدنا جحنف بن قيس مجلسا كان يتلى في القرآن كما كان يتلى وسعدنا بسماعه، فقرأ القاري من غير يعني من غير إعداد من غير توصية، لكنه مقدر من الله تبارك وتعالى ومعبة. فقرأ قوله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. فانتبه سيدنا الأحمد بن قيس، هل في القرآن ذكري؟ هل القرآن حديث عني؟ هل علي بالقرآن؟ علي بالمصحف؟ علي بالمصحف؟ جاوز المصحف وجعل يفتح الأوراق يقلب الأوراق ويبحث عما قيل للجماعات وما قيل للأشخاص وعن السير. فمر بآيات مثلا ما سلككم في أعوذ بالله ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. فقال أعوذ بالله من هؤلاء، اللهم إني لست من هؤلاء. ومر بقوم
فمثلا قوله تبارك وتعالى وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين لا يكون المسكين ولا العيال. ومر بقوم زرهم الله وامهم القران فكان يستعيذ في كل مناسبه يقول اعوذ بالله اعوذ بالله من هؤلاء. ثم مر بقوم مثلا قالوا تلقى نحن المؤمنون الذين هم بصلاتهم خاشعون والذين هم بالغدر معرضون والذين هم بالزكاه فاعلون والذين هم بفروجهم حافظون الا على البائن وما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. فقال اللهم اني لا اجد نفسي في هؤلاء، يعني استصغر نفسه تواضع واستصغر نفسه. ثم مر بقوله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرحمن الذين يمشون الارض هونا واذا خاتم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون بيبصر يوم القيامه والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها صلاه مستقرا ومقاما الى اخر الايات في سوره الفرقان. فقال اللهم اني لا اجد نفسي في هؤلاء اجل مشانا وارفع مكانا مني. اين الحديث عني؟ اين اجد نفسي؟ فمر بايه من في سوره البراءه سوره التوبه وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا من صالح وآخر سيئا عسى الله ان يتوب عليك. قال اللهم نعم اللهم نعم انا من هؤلاء. فاقول وانصحكم ايها الاخوان في ضوء دراساتي في ضوء تاملاتي في القران، واقول لكم محمدا لله تبارك وتعالى وعارفا بقيمتي بضلالتي انني كنت مدرسا للتفسير في دار العلوم العلماء وفيها نفيفا من الطلبه الاذكياء من انحاء كثيره، وشرفا لله تبارك وتعالى بتفهيم القران العظيم عده سنين. فاقول في ضوء هذه الدراسه وفي ضوء هذه التجارب العمليه والمشاهدات أن كثيرا من الناس إنما يطبقون القرآن على غيره، يطبقون الأمم، يطبقون مثلا الأستاذ مرة قال السائلين الذي هو ابن عالم من الصلاة والتقوى مرة أخرى، ولكن قليل منهم أن يطبق القرآن على نفسه ويبحث عن نفسه في القرآن ما سيرته وما صورته، وفي القرآن سيرته وصورته. فأذكركم بهذه الآية وأرجوكم أن تكتبوها على لوح قلوبكم، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. إن هذا القرآن يشهد لنا ويشهد علينا ويرسمنا ويعلمنا للعالم لنا أولا ولمعاشرنا ولأفراد أسرتنا ولمن نعيش معهم نتعايش معهم وللآخرين يستطيعون يحكموا علينا. وإذا كان عندنا شيء من الأمانة والمسؤولية والشعور بالمسؤولية وخوف الله تبارك وتعالى نستطيع أن نطبق هذه الآيات على أنفسنا، وندعو الله تبارك وتعالى أن نكون في أولئك الذين ودعهم الله تبارك وتعالى كآيات التي استشهدت بها آنفا من غير استيعاب من غير تأمل كبير. نصيحتي لكم أو إشارتي عليكم أو التماسي منكم أن تقرأوا القرآن ككتاب حي ككتاب ناطق ككتاب شاهد على هذا المجتمع وعلى هذا العالم المعاصر وعلى الأمم جميعا وعلى الطبقات جميعا وعلى المستويات جميعا وعلى أخلاق الناس جميعا، ونبحث عن انفسنا عن سيرتنا نقارن بين سيرتنا وبين ما جاء في القران، هل الايات الفلانيه تنطبق علينا او لا تنطبق. فاذا كانت ايات المدح ايات الثناء ايات شهاده من الله تبارك وتعالى بالخير وبالصلاح وبحسن العاقبه لا تنطبق علينا، نحاول جهد انفسنا ان نكون من هؤلاء الذين تنطبق عليهم تلك الآيات القرآنية التي فيها مدح للمؤمنين ومدح لأولياء الله تبارك وتعالى، مدح للأوفياء لهذا الدين، مدح للمجاهدين في سبيل الله، مدح للخاشعين من الله
مدح للذاكرين لله، مدح للمصدقين في سبيل الله، مدح للساهرين في الليل والذاكرين في النهار والمعتبرين في الحوادث والمنتفعين في الآيات القرآنية. هذه كلمتي التي أردتني الآن ببركة ما سمعنا من القرآن وبركة هذا المكان العزيز المشرف الذي نلتقي فيه. ونحن نشكر إخواني ونخص بشكر الأخ العزيز حسن الغالي حفظه الله تبارك وتعالى أنه منحني هذه الفرصة وأتاحني على اللقاء الكريم وسماع القرآن الكريم من إخوان الشباب هؤلاء حفظهم الله تعالى ووفقهم لما يحب ويرضى. والسلام عليكم.